السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا من جديد على قناة عالم إبداع. الوصفة ديال اليوم كتكون من بطاطا وفلفلة وزيتون وبصيلة كيف ما غتشوفوا معنا، والاسم ديالها هي الدورتية. أكلة خفيفة كتعجب بزاف ديال الناس، منهم الصغار والكبار، وسهلة التحضير، يعني في آخر لحظة ممكن توجديها وكتجي بنينة بزاف. مهم تقوا معايا التورتية. على بركة الله غادي نبداو نقطعو البطاطا بشيدي كيف ما غتشوفو معانا. بعد ما غنسالي وغادي نديروها في كاسرول ونضيفو لها شويه ديال الماء وشويه ديال الملح باش ما بعد غنمشيو البصله ديالنا غادي نشلطوها، يعني حتى هي حتيده. من بعد ما نشلطوها غنضيفوها في مقيله فين غتشحر لينا. غناخدو فليفلة وتا هي نفس الطريقة، يعني غنقطعوها بتيدي وغنضيفوها على البصلة ديالنا.
على شويه ديال الملحه غير شويه، نحاولوا ما امكن ما نكثروش الملح حيت كلشي كنضيفوا فيه الملحه. دونك اذا كثرنا من كلشي غادي تجينا باسله. انا هاد شويه ديال الملح اللي كندير يعني تبعتوا الطريقه اكزاكتومون، ما غاديش تجيكم مالحه، جاتني هي هذيك المذاق. غادي نضيفوا شويه ديال السكنجبير، غادي نضيفوا شويه ديال الابزار، الفلفل الاسود، وغادي نضيفوا واحد الطريز ديال الثوم. بعد غادي ندوزو المقادير ديال يعني التخليطه، غنخلطو البيض، عندنا 4 البيضات غادي نضيفوهم في يعني في زلافه ولا شي حاجه فيما بغينا نخلطو. غادي نضيفو التوابل اللي كيتكونوا من شويه ديال البزار، شويه ديال التحميره، شويه الكمون، وشويه ديال الملحه، يعني معلقه معلقه من الحاجه الا الملحه نديرو منها شويه فقط. غادي نضربو بالفوايه ديالنا باش يتخلطوا لينا العناصر، وغادي نضيفو لهم الربيع من بعد، وغنضيفو لهم الزيتون الاسود المقرد اولا سلايس يعني الخضر، الزيتون الخضر ما كاينش مشكل، اللي متوفر عندك ضيفيه كيجي بنين. تحرك دائما باش يتمجدو لينا العناصر ديالنا جيدا. بعد ما تصهد لينا يعني بصلة وفلفلة كيف ما كتشوفوا، بقى سخونة شوية ما ماشي مشكل، غنضيفوها على البيض ديالنا مع التحراك دائما باش تخلط لينا. ومن بعد ما تسلقات لينا بطاطا كذلك غادي نضيفوها حتى هي على الخليط ونحركو مزيان، ونضيفو له شويه الربيع في الاخير. غنقادو بشي معلقه حيت كنت كتشوفوا الطريقه باش حطيته، يعني ما كيكونش مقاد ضروري، نقادو بشي معلقه باش يتقاد لينا البيض مع البطاطا ديالنا، باش ملي يطيب يكون يعني مزيان البيض قيس يعني كاع المقادير ديالنا. غنضيفوها في الفران على نار مهيله شويه وتركبوها معنا كيف كتشوفوا. التورتيه ديالنا طابت بالصحه والراحه، ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالنا. اي حاجه بغيتو تقولوها لينا ما تبخلوش علينا في التعليق، وشكرا.